مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده معانا من طعم ولون. النهارده مكمله معاكم حلقات الكريسماس واعياد راس السنه، وهعمل لكم النهارده طبق مختلف شويه. هعمل لكم كانيلوني، بس هنعمله ببواقي التركي لو كان عندنا عزوم التركي، فهنعمله ببواقي التركي وصوص طماطم لذيذ قوي. تعالوا نشوف مقاديرنا وهوريكم هنعمله ازاي. اول حاجه انا عندي اوراك ديك رومي مطهيه بالكامل من غير الجلد بتاعها، ومتفصصه او مضروبه، ممكن تكون مضروبه يعني تكون احسن مطحونه. عندي مكرونه كانيلوني لسه ما سلقناهاش، ما عملناش فيها اي حاجه. عندي لصوص الطماطم بصله كبيره مفرومه، 2 فص ثوم مفروم، ربع كوبايه زبده، واحده ورقه لورا، انا اسفه ده صوص الابيض، 2 معلقه دقيق، 2.5 كوبايه لبن، واحده وربع كوبايه جبنه بارميجان، رشه جوزه الطيب، وعندي رصاص الطماطم، طماطم عصير، عندي جوزه الطيب، قرفه، بصل، ثوم، زيت زيتون، بشر ليمون. وعندي هنحط على الوش ابو فروه، انا طبعا خليته يعني دخلته الفرن وخليته متحمص، وبعدين قشرته وطحنته وهنحطه على وش الطبق الكانيلوني. تعالوا اول حاجه مع بعض نعمل صوص الطماطم، وبعديها نعمل مع بعض البشاميل. هحط زيت زيتون، هننزل فيه اول حاجه البصل، وهننزل البهارات، ملح وفلفل طبعا، وهدي البصل شوية سوى الأول قبل ما ننزل عليه التوم، لأن التوم بياخد وقت أقل. الراجو ده مختلف شوية، فيه شوية بهارات علشان يليق مع طعم التركي. كمان لو تحبوا ممكن تزودوا بنفس الحشوة دي كرامبري أو زبيب، هيدي طعم حلو قوي برضه. هنزل دلوقتي التوم المفروم، وبرضه هديله تقريبا بشر الليمون، معلقه تقريبا، برضو بتدي طعم حلو قوي مع التركي. هنزل بقى دلوقتي التركي، بس الاول هنزل، لا هنزل التركي، صوص الطماطم بتاعي متسبك مش هياخد وقت، هنزل التركي الاول. نقلبه مع الخضار، طبعا هو مستوي فمش هياخد وقت على النار، يا دوبك تقليبه ياخد من طعم كل الخضار والبهارات، وبعدين هننزل عليه صوص الطماطم ونسيبه بقى يتقل معاه. دي طماطم مسلوقه ومتشال جلدها، وبعدين محطوطه على النار لمده ساعه تقريبا، عليها معلقه سكر وشويه ملح وفلفل وشويه زيت زيتون طبعا، هزودهم شويه ميه. وهسيب الرجوع يتقل على النار مع بعض. تعالوا على ما يظبط ويتقل نعمل مع بعض صوص البشاميل. اديكم بس تقليبه اخيره، طمن ان مفيش اي كتل تحت تتحرق من تركي. هنقله على نار اهدى شويه يتسبك. تعالوا بقى هنا نعمل مع بعض، نشيل بس طول الاول، ونعمل مع بعض صوص البشاميل. اول حاجه طبعا هنزلها هي الزبده، هنزل لها شوية زيت زيتون صغيرين مش عايزاها تتحرق مع الدقيق، هنزل أول ما الزبدة بتاعتي تسيح البصل والثوم الأول، وبعدين الدقيق عليهم. أتأكد الزبدة ساحت، هحط دلوقتي البصل
متقطع والثوم واللور كله مع بعضه ياخدوا غلوة مع بعض. هنزل دلوقتي عليهم الدقيق واقلب. اول ما الدقيق يبتدي يستوي هبتدي انزل عليه اللبن. نحط دلوقتي شويه ملح وفلفل، مش هزود الملح قوي عشان هي فيها جبنه برمجان والجبنه برمجان بيبقى فيها ملح. شويه فلفل اسود، كده خلاص الدقيق بتاعي جاهز. تعالوا بقى ننزل اللبن حبه حبه وهنضرب علشان البشاميل بتاعي ما يكلكعش. بجد عايزه اقول لكم ريحته حلوه قوي، ولسه كمان لما هنزود له الجبنه دلوقتي وجوز الطيب هتفرق قوي. كده اتاكدت ان مفيش اي كلاكيع فيه، ممكن بقى نزود بقيه كميه اللبن كلها. اول ما البشاميل بتاعي يبتدي يتقل هنزل الجبنه وجوز الطيب. البشاميل بتاعي خلاص كده تقل، هزود بقى دلوقتي عليه الجبنه البارميجان زي ما قلت لكم، هتسيح بقى وهتدي طعم تحفه، و جوز الطيب هقلبهم كويس وهشيل البشاميل خلاص من على النار. كده البشاميل جاهز، الراجو بتاعي كمان كان جاهز، وانا هشيل شويه من الكانيلوني وهكمل الكانيلوني معاكم دلوقتي. تعالوا نكمله الاول وبعدين نحط البشاميل. انا كل اللي بعمله ان انا بحاول احط الكانيلوني على البايركس عشان ما يطلعش من الناحيه الثانيه، بلس انا مش بسلقه عشان لو سلقناه في الاول هيلزق ومش هيبقى طعمه حلو خالص. فاحسن حاجه تعملوها ان انتوا ما تسلقوهوش، تحطوه ني زي ما هو. انا بوقفها كده وبحشيها، حتى لو اي صوص وقع في الجناب مش مشكله لان احنا مش عايزين الكانيلوني تلزق، عايزين الصوص يبقى حواليها وجواها، والبشاميل كمان نفس القصه. طبعا ريحه الراجو اللي بالتركي مش قادره اقول لكم حلو ازاي لان في توابل مختلفه تماما، مدي طعم وريحه فظاع. ريحه القرفه بالذات مع التركي تحفه. هذا كمان كده تمام. عايزه بقى انزل الاول شويه من البشاميل في الجناب كده، ويا ريت طبعا لو نقدر نحط شويه تحت كمان، بس انا البشاميل ما كانش لسه جاهز. وبعدين هنحط شويه من الرجول اللي عملناه فوق اللازانيا فوق الكانيلوني. نوزعه، هيدي صوص حلو قوي في اللازانيا. واخر حاجه هنحطها على الوش بقيه البشاميل. اول حاجه وزعه بس شويه، وهحط كمان بقيه الجبنه البارميجان بتاعتنا. واخر حاجه هنحط ابو فروه اللي احنا محمصينه وطحنينه مع بعض، هيتحمص وهيدي طعم تحفه فوق اللازانيا. تعالوا بقى ندخلها الفرن، هتقعد تقريبا نص ساعة لساعة الا ربع، وفي الأثناء دي هنطلع فاصل ونرجع نعمل الطبق اللي بعده. خليكم معانا.
رجعنا لكم من الفاصل، ودلوقتي هعمل معاكم صوص لذيذ جدا جدا جنب دايما التركي او جنب الاكلات اللي بناكلها في الكريسماس وعيد السنه وراس السنه وكده، جنب مشاوي جنب اي حاجه بيبقى طعمه حلو قوي وبيدي شويه كده طعم سويت سنه بيليق مع المشاوي بالذات ومع التركي. تعالوا نشوف مقاديرنا ونبتدي فيه على طول. اول حاجه انا عندي 4 تفاحات متقشرين ومقطعهم صغير قوي، عندي 1/3 كوباية زبده، 2 كبار ميبل سيرب، 4 عواد زعتر فريش، 2 كوب كرامبري فريش، وعندي 1 كبيرة خل تفاح. زي ما قلت لكم هو صوص سهل وسريع، ممكن برضو لو ما لقيتوش الكرامبري فريش ممكن تعملوها فروزن، بس اكيد الفريش بيبقى طعمها احلى. هحط الزبده اول حاجه، ولما الزبده تسيح هنزل عليها الميبل سيرب والزعتر الفريش. نسيحها بس الاول كويس. اللازانيا في الفرن زي ما قلت لكم قدامها نص ساعه بالكتير وتبقى جاهزه. طبعا عايزه اقطعها بقى يعني معاكم حته منها لما نخلص ونقدمها جنب الكرامبري صوص، بجد هيعجبكم طعمهم مع بعض قوي. هنزل دلوقتي الميبل سيرب، وهديله تقليبه. سيبه يتقل شويه، وهو بيتقل بقى هنزل عليه الزعتر الفريش. طبعا ريحه الزعتر مع الميبل سيرب عايز اقول لكم طلعت على طول ريحته مع بعض تحفه كده. تمام، تقريبا كمان، واول ما يبتدي يتقل شويه هحط بقى عود القرفه. القرفه مع الزعتر من الحاجات اللي ريحتهم حلوه قوي مع بعض. هنزل بقى دلوقتي التفاح، وبعدين هنزل عليه كمان الكرامبري الفريش. هسيبهم بقى يعني يتقلوا مع بعض على النار ويستووا، تقريبا هياخدوا من 1/4 ساعة لـ 1/3 ساعة بالكتير وهيبقوا جاهزين. هنشيلهم بعد كده بعد ما نحط عليهم خل التفاح وهنضربهم في الخلاط مع بعض. تعالوا نسيبهم 10 دقايق ربع ساعة ونرجع نبص عليهم. تعالوا، انا كنت عاملة نسخة، تعالوا نضربها مع بعض. نقطة مية صغيرة عشان يخف سنة. المفروض زي يكون في قوام المربى كده شوية. كده تمام، تعالوا بقى نفضيه. لونه رائع وريحته خطيره، مش قادره اقول لكم ريحته حلوه ازاي. نفرد شويه طبق التقديم، وهحط على وشه شويه عيدان قرفه اللي احنا حطيناها جوه الصوص. تعالوا نطلع اللازانيا مع بعض من الفرن، الكانيلوني سوري مع بعض من الفرن. خلاص خلص، ريحته
تحفه وتحمر من فوق وبجد هيعجبكم ان شاء الله. عملت لكم النهارده الكانيلوني التركي او بالديك الرومي، وعملت لكم كمان معاه صوص الكرامبري. طبعا عايزاكم تجربوهم الاثنين وتقولوا ايكم فيهم ايه، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من طعم ملون.